هل السنة ترك اليدين أو وضعهما على البطن في الصلاة وهل يجوز أحدهما؟ شنو هل يجوز أحدهما؟ ما فهم. يعني إحدى اليدين يعني؟ المهم السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فمن السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة، لكن لو أسدلهما الصلاة صحيحة، لكن الذي يضع اليمنى على اليسرى هذا له أجر أعظم لأنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.